ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نصمم حمام سباحة فيه كيرفات كتير وغير منتظمة. إحنا هنقسم التصميم كذا سيشن. أول سيشن إزاي نعمل بي إكس إف على الكاد، وإزاي نعمل كرييت المش بتاعت السوينج بول. بعد كده هنبدأ نعمل المودلينج على البرنامج الساب، والسيشنات اللي بعد كده نبدأ ندخل الأحمال سواء كان سويل بريشر أو ووتر بريشر، وندرس إزاي نصمم قطعات ونرسم تفاصيل التسليح. أول شيء إحنا معانا حمام السباحة كيرفيتشر بالشكل ده. أول شيء لازم نعمله إن إحنا هنحدد سنتر الحوائط بتاعتنا، وليكن إحنا الحيطة دي 25 سنتي، في فهنجيب ناخد أوفست من الخط الخارجي 12.5 سنتي، فيدينا هنا السنتر بتاع الحوائط. وبعد كده ناخدها قبي بره بالشكل ده كده، تمام. بعد الخطوة دي بنبدأ نعمل باوندري بس عن طريق ريجون، هي بتبقى بولي لاين نخليها ريجون دي كده، اوكي. ونختار الريجون بتاعتنا، ناخدها موف بره كده ونمسح البولي لاين اللي احنا واخدينه اوفسيد من الحيطة. يبقى دي شكل حمام السباحة بس شكل الحوائط بتاعته. طيب بعد المرحلة دي بنبدأ نفعل هنا ال 3D Tools، بنفعلها ان احنا بندوس كليك يمين على البانل هنا ونقول له شو تابس، ونقول له 3D Tools تظهر لنا هنا. بعد كده نيجي هنا في 3D نظهر الريجن بتاعتنا ونقول له اكسترود للحوائط دي، نديها اوفسيد لتحت. هيقول لنا الاوفسيد دي كده كام، مثلا انا اعتبر ان عمق حمام السباحه 2 متر، فهنكتب 2 متر. 2 متر ده يبقى لفوق، انما لو عايزين نخليها ان الصفر بتاعنا اللي هو توب اوف كونكريت بتاع الحمام صفر، فاحنا بنخليها سالب 2. ممكن نعمل كنترول زد ونعمل اكسترود كده، اكسترود لتحت سالب 2 متر. فكده احنا اخدنا التوب اوف كونكريت بتاعنا الصفر ونزلنا 2 متر لتحت. بعد ما بنبقى عملنا اكسترود للحمام بالشكل ده، هنيجي هنا نخليها شوايرد، هنخليها شادد او رياليستيك او رياليستيك، يبقى هنا كده خليها رياليستيك، تمام. ونيجي هو هنا بيبقى مغلف الحمام كسوليد، از سوليد، نبدا نفجره اكسبلود ونشيل الغطا اللي فوق او البانل اللي كانت فوق، ونبدا نعمل مش للشكل ده. فبنعمل مش ازاي؟ هنعلم كده ونقول له هنا، نيجي على قائمة مش ونقول له احنا عايزين المش يونت هنا نخليها زيرو، والماكسيمم انجل بتوين نيو فيسز هنخليها 90 درجة، والماكسيمم ايدج لينس اوف نيو فيسز نص، اللي هو نص في نص، ونقول له اوكي. هيقول لنا كرييت مش، نقول له تمام. بعد كده هو قسم الشكل عندنا ليه مشات. نبدا هنا نخليها وايرد فريم عشان نشوف المشات بتاعتنا. دي شكل المشات بعد ما قطعها بالشكل ده كده، دي الأرضية وده الحوائط وعملها بالشكل ده. طبعا احنا هنحتاج بس نظبط وليكن مثلا المشات اللي زي دي، هنحتاج بس نظبطها تظبيطة بسيطة. المشات اللي هي فوق دي، الخط اللي في الجنب ده، احنا هنبدأ نظبطه على برنامج الساب علشان تبقى المشات فيها ايه، فيها سيمترية وتناسق، والحل يبقى فيه تناسق يعني. تمام. بعد كده نبدأ نفجر الكلام ده، بس قبل ما نفجره لازم نعمل ليرات. ايه الليرات دي؟ هنا ليرز هنسميه مثلا رافت عشان نصدر الرافت لوحدها والحوائط لوحدها، تمام، ونديها لون.
وليكن لون ده. بعد كده نضيف لير تانية نسميها وولز، نديها لون تاني. تمام، نيجي على الرفت هنا كده، نختار الرفت دي ونقول له ايه، ونقول له ادينا هنا الرفت. طبعا المشات بتبقى ما بتتظبطش 100% مع كل ما الشكل بيبقى معقد، تمام، عشان الانحناءات بتبقى كتير، فالمشات ما بتبقاش ايه مظبوطه 100%، فاحنا ايه بنحاول بقدر الامكان في برنامج الساب نظبطها. نيجي هنا نختار الولز، يبقى احنا كده ايه اخترنا الولز على لاير والرافت على لاير. ولكن احنا هنا لازم نفجر رافت، او نفجر الشكل اللي عندنا ده، بيبقى زي بلوك كده، بيبقى على مش، انما احنا عايزينه يبقى 3 دي فيس عشان الساب يقدر يقرا الفيزيس اللي عنده. بعد كده نيجي على الحوائط ونفجرها برضو نفس الكلام. يبقى كده الحوائط عندنا متفجرة بالشكل ده، والرافت نفس الكلام بقت مربعات نص في نص بالشكل ده، والحوائط نفس الكلام. طيب بعد ما خلصنا الجزئية دي هنيجي هنا نجيبها من التوب، ناخده موف للزيرو زيرو، وليكن مثلا من النقطة دي نقول له زيرو وزيرو فقط. يبقى احنا كده ايه، احنا كده عملنا الدي اكس اف لحمام السباحه، وظبطنا المشات بتاعته. اتفضل بس شويه تظبيطات هنعملها على برنامج الساب. بعد كده هنسيفه، طبعا احنا هنعمل بيرج، امر بيرج، علشان نخلي بس الليارات اللي موجوده اللي هي الوول والرافت. وبعد كده نسيفه as a dxf dxf سيب. ويبقى احنا كده عملنا ال dxf بتاع السوينج بول. المرحلة الجاية ان احنا هنستورد dxf على برنامج الساب.